بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. النهاردة هنكون مع أبطالنا، أبطال الكرة الطائرة الماسترز، في نهائي كأس مصر النهاردة، الأهلي والزمالك. النادي الأهلي امبارح تأهل على حساب بتروجيت، نادي الزمالك تأهل على حساب طلائع الجيش. النادي الأهلي فاز امبارح 3-0، ونادي الزمالك فاز على طلائع الجيش 3-2. السنة دي سنة يعني جميلة، من أحلى السنوات لكرة الطائرة رجال، بلا هزيمة واحدة، سواء في السوبر المصري وفزنا بيه، سواء في بطولة الدوري وأيضا فزنا بيه، وسواء في أفريقيا ثلاثية. النهاردة النادي الأهلي يبحث عن الرباعية، إن شاء الله يكون ختامها مسك ويكون آخر بطولة النهاردة في اللي أو السنة دي للنادي الأهلي يفوز بها. لو نستحضر مع بعض كده ترتيب البطولات، أول بطولة كانت السوبر المصري، فاز بيها النادي الأهلي على حساب نادي الزمالك. دخلنا على بطولة الدوري وفاز النادي الأهلي على حساب نادي الزمالك في سلسلة المباريات بيست أوف 3 2-0. وبعد كده دخلنا على بطولة أفريقيا، فزنا بيها يعني بدون ولا هزيمة، وخدنا يا دوبك راحة يومين أو ثلاثة، وبعد كده لعبنا قبل النهائي والنهائي. طب ليه اتحاد الكرة الطائرة ضاغط المباريات؟ لأن منتخب مصر لكرة الطائرة بيستعد لأولمبياد باريس 2024 وعايزين يبتدوا الإعداد بدري. ضغط المباريات كثير، يمكن في عندنا 7 لاعبين من النادي الأهلي شارك في غانا في أكرا في بطولة الألعاب الأفريقية، مما شكل حمل أكتر على الفريق قبل خوض المنافسات دي. خلينا أقول لحضراتكم إن مستر فرناندو أدار الفريق باقتدار طوال الموسم، ووزع الأحمال بشكل جديد في الروتيشن اللي كنا نعرف عنه الروتيشن قبل كده، وهو إعطاء اللاعبين وقت قليل أثناء المباراة. ده اللي كنا نعرفه، إن أنت بتدور اللعيبة جوه المباراة، كل بيلعب وقت قليل، هو ده الروتيشن. ولكن جاء مستر فرناندو بروتيشن جديد، الحقيقة أول مرة يطبق، شفناه في الملاعب في الألعاب الجماعية، بيلعب بنصف الفريق مباريات وبيلعب بالنصف الآخر بعض المباريات الأخرى، بيدي الجرعة التدريبية كاملة للاعبين، وبعد كده يعمل روتيشن لمجموعة أخرى من اللاعبين، وعمل كده في أفريقيا. عشان كده أنت مش هتلاقي تشكيل ثابت للفريق، معد مش هتعرف مين عبد الله عبد السلام بيلعب ولا حسام يوسف، مش هتعرف مين بيلعب أكتر، ليبرو مش هتعرف يوندر بيلعب ولا محمد رمضان بيلعب أكتر، الأربعات مش هتعرف، يعني يمكن محمد صلاح يمكن أكتر شوية في الاتنات، لأن أحمد صلاح من اللاعبين المميزين، يمكن معاه سيف حسن عابد في نفس المركز، سيف لسه منضم، ولكن أحمد صلاح يعني حدث ولا حرج، يلعب كيفما يشاء، ولكن أوقات كتيرة بيدي راحة لأحمد صلاح، ما بيشاركش في المباريات نهائي. هنخش الاتنات، عندنا أربع أربعات في الفرقة الحقيقة بيلعبوا وبيتدوروا، ما تعرفش مين بيلعب، عصران عزب ما تعرفش مين بيلعب النهاردة ومين هيلعب بكرة. نفس الكلام بالنسبه للسنتر بلوك، عبد اللطيف بيلعب ولا هتلاقي عثمان بيلعب ولا تلاقي عبو بيلعب ولا تلاقي سعودي، مش هتعرف مين بيلعب، ولا محسن، مش هتعرف مين لعب النهارده. عشان كده مستر فرناندو صنع فرقه صعب تعمل عليها سكاوتنج، صعب تقدر تقول هيلعبوا ازاي النهارده. نتمنى ان شاء الله فرقتنا تكون بحالتها النهارده، نتمنى الفوز للنادي الاهلي النهارده، مباراه تكون سهله ما فيهاش شد عصبي علينا، يمكن هم مش بيحسوا بالشد العصبي اللي احنا بنعاني منه خارج الملعب. هنطلع لفاصل أعزائي المشاهدين عشان ينضم إلي نجوم كرة الطائرة وتاريخ الكرة الطائرة في النادي الأهلي، بعض طبعا من تاريخ الكرة الطائرة في النادي الأهلي. الحقيقة لو اتكلمنا عن تاريخ الكرة الطائرة في النادي الأهلي محتاجين سنوات، وشفنا التكريم 10 لاعبين بيتكرموا كل مباراة وللأسف يعني ما كفوش، ولكن التكريم مستمر وتاريخنا مستمر وصنع التاريخ مستمر. نطلع لفاصل، ينضم إلي نجوم الاستوديو التحليلي عشان نتناول المباراة فنيا وتحليليا، انتظرونا لا تذهبوا بعيدا. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين تغطياتنا المستمره، مباراه الاهلي والزمالك نهائي كاس مصر موسم 23-24، والمباراه ستقام على صاله النادي في العاصمه الاداريه بعد حوالي ثلث ساعه ونصف ساعه من الان. وبالمناسبه المباراه الثالث والرابع انتهت بفوز بتروجيت 3-1 على طلائع الجيش، وطبعا اكيد بنبارك للكابتن محمد مصلح حميد ومدير فني بتروجيت والمدير السابق للنادي الاهلي بالفوز بالبرونزيه، الف مبروك كابتن ميدو، ونتمنى له كل التوفيق. برحب بضيوفي المنورين في الاستوديو، كابتن محمود رؤوف اهلا بحضرتك، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، منورني النهارده يا كابتن محمود. اهلا بحضرتك كابتن هيثم. كابتن محمد كتات نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، في طبعا منورني النهارده وضيف العزيز دائما ابدا. اهلا وسهلا كابتن هيثم بيك، وشرف لينا طبعا ان احنا نكون موجودين في النهائي مع الكوكبه الجميله من النجوم النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك. برحب بكابتن نادي النبيل، يعني ضيف العزيز، منورني ومشرفني يا كابتن. اهلا بحضرتك واهلا بالساده الضيوف كابتن محمود رؤوف وكابتن كتات والاسطوره طبعا كابتن احمد زكريا.
بتشرف بيكم ان شاء الله تبقى حلقه كويسه باذن الله. برحب بالمعلم الكبير الاستاذ التاريخ الحاضر كل شيء كابتن احمد زكريا، منورنا يا كابتن احمد. اهلا بيكم، ان شاء الله يبقى نبارك بعد المباراه ونقدر ان احنا ندي للساده المشاهدين وصف للمباراه ان شاء الله يعني. شكرا كابتن، خلينا زي ما عودناكم. طيب ننتظر قليلا، ارض الملعب مش جاهز، كنا عايزين نروح لارض الملعب عشان نعرف اجواء ما قبل المباراه، ولكن خلينا ابتدي مع ضيوفي. ابتدي بالكابتن نادر. كابتن نادر، شايف مباراه النهارده ازاي وشايف اهميتها، خاصه النادي الاهلي بيتعرض لضغط مباريات وضغط عصبي وامور كثيره تعوقه يعني في مباراه النهارده؟ اكيد طبعا، فرقه خارجه من بطوله الدوري وبطوله سوبر وبطوله افريقيا، طبعا ده تسلسل يعتبر يعني الى حد كبير قريب من بعضه، بس ان شاء الله الاهلي عنده يعني الكفاءه والقدره ان هو يقدر يكسب النهارده ان شاء الله. الماتش النهارده طبعا ملوش حسابات، ممكن يعني اوقات كده نقول للزمالك ما عندوش يعني نوع من الاحتواء للفرقه، في مشاكل للفرقه، لكن الماتش ده ليه حسابات تانية خالص، وان شاء الله باذن الله يعني الاهلي قادر ان شاء الله ان هو يعني يكسب النهارده باذن الله. متفائل يا كابتن نادر؟ طبعا اكيد ان شاء الله باذن الله. كابتن احمد، شايف النهارده مباراه ازاي، خاصه ان احنا خارجين بطوله افريقيا، وكالعاده والمتوقع واللي دايما بيحصل في كل البطولات لازم الكيرف بينزل شويه لاي فريق بعد اي بطوله بتفوز بيها، شايف المباراه النهارده ازاي في ظل هذا الظرف الجديد على الفرقه؟ لا اعتقد ان الاهلي هيكمل يعني بطوله افريقيا هيكملها مع الكاس، ان هو ان احنا المباراه كانت اخر مباراه يوم الثلاث، واعتقد ان هو ما ريحوش الاربع والخميس، ما ريحوش، فيعتبر هو لو حاطط برنامج المدرب اكيد مدرب يعني ما شاء الله مدرب كويس جدا، فهو الفرقه مش هيحصل لها اي دروب وبتاع، ان هي احنا لو في مثلا مسافه 10 ايام او اسبوعين ممكن الفرقه تحصل لها دروب، لكن هو مكمل. انا شايف امبارح لقطات كده ماتش بتروجيت ان هم يعني لا الفرقه مركزين، ما فكوش بعد قصد حضرتك تقول ان هو ما فيش ان ما ادهمش ريليز بعد بطوله افريقيا، لا وما احتفلوش، ما شفناش احتفالات بطوله افريقيا، فهو يعني مأجل احتفال بعد الكاس يعني. وبتهيألي اللعيبه مساعده يا كابتن احمد؟ اكيد لا يعني بقول حضرتك حاسه بالمسؤوليه يعني اللعيبه، حتى كل اللعيبه بتتكلم ان احنا بكره عندنا راحه ايجابيه وعندنا كاس، ويعني ما حدش قال ان احنا كسبنا بطوله افريقيا واحنا هنحتفل، ما حدش احتفل، عشان كده هم يعني هم البطولة افريقيا مكمله معها الكاس، فان شاء الله ما فيش دروب ان شاء الله ان شاء الله. كابتن رؤوف، انت عشرت هذا الجيل ولعبت سنوات يعني، ده جيلك يعتبر يعني، انت اكبر منهم حاجه بسيطه، ويمكن تيفا كمان يعني، انتوا جيل واحد، كنت بتعملوا في الظروف دي يا كابتن يعني، كنت بتتصرفوا ازاي كلاعيبه لما تلاقوا ضغط مباريات كبير جدا وبطوله كبيره زي بطوله افريقيا، وبعد كده تخرجوا منها يومين وتلعبوا بطوله ثانيه كبيره، كنت بتتصرفوا ازاي كلاعيبه، كنت بتقولوا ايه؟ طبعا مهم جدا في الضغط اللي هو لما تبقى نهائي، عندك نهائي كاس، بطوله مهمه، بطوله هتخلي الموسم تاريخي. في مواسم يا كابتن هيثم بتبقى مواسم تاريخيه بتفتكرها في تاريخ في كل الالعاب. الموسم ده عدى علينا، النادي الاهلي شارك في 4-5 بطولات، حقق كل الالقاب، ده بيبقى موسم تاريخي. فاللعيبه لازم، اللعيبه بتتكلم مع بعضها، يا جماعه احنا عندنا فرصه نخلي الموسم ده تاريخي، عايزين نكمل، مش عايزين ان احنا الكيرف بتاعنا ينزل. وبالظبط بجد بنعد الايام، يعني اللعيبه بتعد الايام، بنقول يا جماعه 4 ايام ونعمل موسم تاريخي، موسم هيتحط في تاريخ النادي الاهلي. طبعا، وتلاقي التركيز بيبتدي من اول يوم، من اول تمرينه بيبتدي الجديه في الجهاز الفني، بيبقى جديه شديده يعني في التمرين، بحيث ان الفرقه تبتدي تاني تخش مود البطوله. لا، في تركيز في موسم يعني، مباراه بموسم تاريخي، مش يعني زي ما بنقول ما تخبطش القسم على اثنين يعني. يا رب ان شاء الله كل التوفيق ليهم. قبل ما اروح لضيف العزيز كابتن محمد كتات، خلينا نروح لارض الملعب، صاله نادي النادي، والزميله العزيزه هنا ابو القاسم عشان تنقل لحضراتكم كما عودناكم اجواء ما قبل المباراه. اتفضل يا هنا. يا مساء الخير عليك يا كابتن هيثم وعلى ضيوفك الكرام وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ومن داخل صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية هنقل لكم بقى كل الأجواء وكمان الاستعدادات قبل المباراة المرتقبة ونهائي كأس مصر بين طبعا بطل إفريقيا والسوبر والدوري النادي الأهلي ونادي الزمالك. يعني طبعا النادي الأهلي استعد بشكل قوي جدا لهذه المباراة، يمكن بعد انتهاء بطولة إفريقيا اللي طبعا حصل عليها النادي الأهلي، أخذ راحة سلبية من التدريبات ليوم واحد فقط يوم الأربعاء اللي فات، وبعد كده يوم الخميس عادوا مرة أخرى للتدريبات، وبعدها مباشرة دخلوا في معسكر مغلق عشان يستعدوا طبعا لهذه المباراة. يوم الجمعة كان عندهم مران صباحي في صالة الجيم ومران فني طبعا على الصالة، ويوم السبت كان عندهم مباراة السامي فاينل اللي طبعا قدر النادي الأهلي يفوز فيها على فريق بتروجيت فوز سهل الحقيقة بنتيجة 3-0. خليني كمان أفكر حضراتكم بالأشواط، الشوط الأول بنتيجة 25-15، الشوط الثاني
بنتيجه 25-13 والشوط الثالث والاخير بنتيجه 25-16. والنهارده بقى طبعا الفريق كان عنده محاضره فنيه بالفيديو عشان يستعدوا بشكل اقوى كمان لمواجهه الزمالك، لان طبعا زي ما احنا عارفين انه اكيد مباريات الاهلي والزمالك بيكون ليها طابع خاص، فلازم اكيد رجال النادي الاهلي يكونوا على اكمل وجه للاستعداد لهذه المباراه. طبعا بقى فريق الزمالك كان قدر في السيمي فاينل امس يفوز على فريق طلائع الجيش في مباراه صعبه الحقيقه انتهت لصالح الزمالك بالنتيجه 3-2، ويمكن طبعا زي ما كلنا تابعنا كان متقدم نادي الجيش بنتيجه 2-1، لكن الزمالك بقى قدر يعمل كومباك ويعود للمباراه عشان يحسم المباراه لصالحه بنتيجه 3-2 ويواجه الاهلي في المباراه النهارده. لكن بالنهايه اكيد كل التوفيق لرجال النادي الاهلي. يعني الحقيقه اللاعبين يمكن نزلوا لارض الملعب بعد انتهاء مباراه تحديد المركز الثالث مباشره، واللي انتهت اكيد لفوز فريق بتروجيت. بداوا مباشره في عمليات الاحماء، يمكن يا كابتن هيثم زي ما حضرتك شايف خلفي في حاله من التركيز الشديده جدا على اللاعبين، الكل مركز بشكل قوي جدا، عايزين بقى يعملوا موسم استثنائي بعد حصولهم على 3 بطولات والعلامه الكامله. ان شاء الله بقى ربنا يكملها على خير النهارده ويقدروا يحققوا البطوله الرابعه ويكون موسم استثنائي زي الحقيقه ما وعدوه جماهير النادي الاهلي. يمكن البطوله غايبه على النادي الاهلي بقى لها 3 سنوات، فان شاء الله بقى النهارده رجال النادي الاهلي هيحسموا اللقب لصالحهم وتعود مره اخرى للجزيره. يعني يا كابتن هيثم دي كانت ابرز الاجواء والاستعدادات من داخل صاله نادي النادي بالعاصمه الاداريه. طبعا مع حضرتك لو عندك اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. الزميلة العزيزة هنا أبو القاسم بشكرك شكرا جزيلا، وكالعادة يعني ما شاء الله على طبعا الكرو أو كل الاستاف للنادي الأهلي من الصالة دي للصالة دي، يعني بيجتهدوا اجتهاد كبير. أنا بشكركم الحقيقة يعني شكر خاص على مجهودكم عشان تنقلوا كل صغيرة وكبيرة لجماهير النادي الأهلي. أجل ضيف العزيز كابتن محمد كتات، أكيد عندك ما تقوله النهاردة لمباراة اليوم، خاصة المباراة دي فاينل. مباراة الأهلي والزمالك ليس لها حسابات، أوقات كتيرة جدا كان بيبقى النادي الأهلي أفضل، نادي الزمالك بيفوز، اوقات كتيره جدا كنا بنلاقي مباريات خارج التوقع. شايف النهارده ممكن يعني نشوف حاجه خارج التوقع، ولا ان شاء الله النادي الاهلي هيفرض سيطرته على المباراه؟ والله يا كابتن هيثم زي ما حضرتك ما قلت هي خارج التوقعات. الاهلي وزمالك طول عمره كان بيجي قبل في الماتش الفاينل، زي ما شفنا مثلا امبارح الزمالك مقدم مستوى متوسط هنقول 3-2 مع فريق الجيش اللي هو خد النهارده رابع. فممكن يجي النهارده تلاقيه اتحول تماما، هتلاقي ان اللعيبه بتلعب القاتل علشان تاخد البطوله. لازم احنا ان شاء الله ان احنا نواجه الكلام ده. الشوط الاول هيكون عليه عامل كبير جدا ان احنا نقدر نتغلب على الموضوع ده. الشوط الاول ان شاء الله يكون لينا في اليد العليا، نقدر ان احنا نقفل عليهم مفاتيح اللعب بتاعتهم، نقدر ان احنا نستخدم عندنا في الارسالات بتاعتنا القويه، نقدر نستخدم البلوكات، فان شاء الله يكون لينا اليد العليا. الجيم الاول هو اللي هيحدد مصير المباراه. انا بقول الجيم الاول واول الثاني دايما، انا بقول ده هو ده دول اللي بيقدر بنسبه 80% الستارت يعني. بتاعك صح. لازم يكون عالي وخلاص، ويبدا الفريق الثاني اللي قصادك خلاص يحس بالانهزاميه، خلاص يبدا يسلم زي ما شفنا مثلا امبارح في السجون الكيني. هو دايس معاك في الشوط الاولاني، اول ما لقاك خلاص انت بتفرق عنه، سايب الجيم وماسك فيه خلاص بيسلم. فدي لازم الشوط الاول نضغط عليهم ان شاء الله، نقفل مفاتيح اللعب بتاعتهم، وان شاء الله الجيم يمشي زي ما احنا نكون عايزين باذن الله. نعم اشكرك يا كابتن. كابتن نادر النهارده هل تتوقع مستر فرناندو، هل تتوقع اداؤه، هل تتوقع تغييراته؟ بصراحه يعني احنا كل مباراه بنشوف تشكيل مختلف شويه. كويس، هو ما شاء الله هو عامل روتيشن كويس جدا بين اللعيبه سواء في بطوله افريقيا او في الدوري. اللعيبه تقريبا اللعيبه اللي في الملعب مستوى مرتب جدا من اللعيبه اللي بره. فبس الى حد كبير هو طبعا حاطط يعني فريق اساسي بيعتمد عليه وفي لعيب اساسي هو بيعتمد عليهم. ما اعتقدش ان هو هيخرج براهم النهارده. النهارده ماتش يعتبر ماتش قوي جدا، وممكن اختلف شويه مع كابتن كتات في موضوع البريس اول شوط وبدايه الشوط الثاني. الفرق لما الفرق الكبيره خاصه لما بتكون متجهزه نفسيا قبل المباراه، خاصه لما تكون مباريات قمه، الوضع بيختلف شويه. يعني ممكن تخسر اول شوط وممكن تخسر ثاني شوط كمان، وتعمل كومباك ثاني وترجع الشوط الثالث والرابع والخامس وكده. فلازم الضغط يكون اول شوط وثاني شوط وثالث شوط. كابتن احمد يعني بتهيألي دي لحظات كده وتنطلق المباراه. يا كابتن احمد خلاص ما في اللحظات الاخيره بالتحيه بالهاي اللاعبين بيسلموا على بعض، وبعد كده وبعد كده كل مدرب بقى بيحط التشكيل بتاعه
فهو خلاص يعني هي الخمس دقايق والماتش. نعم. اشكر ضيوفي الكرام، خلاص لحظات وتنطلق المباراه. خلينا نروح لصاله نادي النادي ومعلقنا الدكتور او الكابتن مروان صالح عشان اللي حضراتكم احداث المباراه نهائي كاس مصر لكره الطايره الاهلي والزمالك في الى هناك. الف مليون مبروك رباعيه الفوز للنادي الاهلي السنه دي، 4 بطولات من 4 بطولات السنه دي، موسم استثنائي حققه فريق الماسترز للكره الطائره. الف مليون مبروك الحقيقه النهارده، فوز غالي وفوز مهم، 3 بطولات من المنافس التقليدي نادي الزمالك، وايضا بطوله افريقيا يعني تم طبعا في النهائي فوز على بطل افريقيا وحامل اللقب. الف مليون مبروك جماهير النادي الاهلي، الف مليون مبروك مجلس اداره النادي الاهلي، الف مليون مبروك الجهاز الفني واللاعبين. ببارك لضيوف اللي منورين للمره الثالثه، الف مبروك كابتن محمود، الف مبروك محمد كابتن محمد، الف مبروك كابتن نادر، كابتن احمد زكريا. خلينا نرجع لارض الملعب ثاني ومراسلتنا هنا ابو القاسم عشان لقاءات الفوز والفرحه والاحتفال، اتفضلي يعني. من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. الف مليون مبروك لكل الجماهير الاهلاويه، كل يوم بنحتفل ببطوله جديده، هم دول لاعبي النادي الاهلي الحقيقه عودونا والحمد لله على نعمه الاهلي. ومعي بقى في هذه اللحظات الاسطوره كابتن احمد صلاح، الف مليون مبروك، موسم استثنائي، رباعيه بالعلامه الكامله، يعني الحقيقه سعداء جدا وفخورين بيكم، الف مليون مبروك. طبعا اقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، كده اقدر اقول دلوقتي مبروك، مبروك النادي الاهلي وجمهوره ومجلس الاداره، الحمد لله رب العالمين. 4 بطولات السنه دي، دي كانت هدفنا السنه دي الحمد لله، واحنا كنا على قلب راجل واحد على الاساس ان احنا ناخد 4 بطولات، لازم نعوض السنتين اللي فاتوا عشان نصالح جمهورنا ونصالح مجلس الاداره، فالحمد لله رب العالمين. الناس كلها كانت رجاله من اول سيزون لحد اخر السيزون، فانا بقول الحمد لله ربنا كرمنا وزي ما احنا كنا عايزين، الحمد لله ربنا ادينا يعني الحمد لله. الحقيقه ان انتوا فعلا كنتوا على قلب رجل واحد من اول الموسم، وعدتوا الجماهير بان انتوا تحققوا رباعيه العلامه الكامله، وقد كان النهارده وبنحتفل برباعيه. عايزه حضرتك تقول كلمه للاعبي النادي الاهلي اللي كانوا رجال وكمان لجمهور النادي الاهلي. طبعا انا اشكر لعيبتي واحد واحد بصراحه، ما حدش قصر، في ناس كتيره مصابه وبتيجي على نفسها عشان خاطر نكمل، ان احنا كان هدفنا ان احنا لازم نصالح مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب وجمهورنا طبعا، ان السنتين كتير قوي ما بقاش ناخدش دوري وكاس، فده كان هدفنا السنه دي ان احنا لازم نعوض دوت. اقل حاجه نقدر نعملها ان احنا ناخد 4 بطولات، والحمد لله ربنا كرمنا ان احنا خدنا 4 بطولات. الجمهور طبعا ساندنا من 3-4 يعني من اول لما كنا بنخسر لحد النهارده بصراحه معانا لحظه بلحظه وعلى طول متابعينا، فانا بشكرهم اقول لهم ده اقل حاجه نقدر نديها لكم ال4 بطولات دول، وان شاء الله اللي جاي احسن، واطمنوا ان شاء الله ان فريق النادي الاهلي فيها رجاله وشباب، وان شاء الله اللي جاي الاهلي باذن الله. احنا اللي بنشكركم والف مليون مبروك مره ثانيه. الله يبارك فيك، شكرا. يعني طبعا ده كان لقائي مع الاسطوره كابتن احمد صلاح، اكيد معانا مزيد من اللقاءات، ولكن الان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. الحقيقه لحظات يعني جميله، لحظات مهمه لختام موسم طويل لهذا الفريق اللي تعب واجتهد ويعني وحصل دعم كبير من مجلس الاداره لهذا الفريق في بدايه الموسم، والحقيقه يعني بعد موسم طويل كان يستحق هذه الخاتمه، يعني بطوله في اخر يوم في الموسم كان النادي الاهلي وهذا الفريق يستحقها. لو تفتكروا يا جماعه السنه اللي فاتت هذا الفريق لم يوفق بالدوري والكاس، والسنه اللي قبلها كمان لم يوفق في الدوري والكاس، ولكن النهارده النادي الاهلي يعود بقوه، 4 بطولات من 4 بطولات، يعني حاجه يعني جميله جدا، وكده يعني خلاص الموسم انتهى لهذا الفريق، ولكن البطولات الحقيقه بتعيش وبتفضل تاريخ. يعني النهارده احسن ثنائي واكبر ثنائي في التاريخ احمد صلاح وعبد الله عبد السلام، عزب عصران، كل اللاعبين الحقيقه النهارده كانوا على قدر المسؤوليه، رمضان يندر يعني سعودي، كل اللعيبه النهارده كانت نجوم الحقيقه، ولحظات جميله، لحظات التتويج، حتى اللي ما شاركوش النهارده كانوا موجودين بروحهم وكانوا موجودين بدعمهم، حقيقه يعني لقب مهم في ظروف صعبه. خليني اقول ان الفريق ده يا جماعه يعني تعرض لضغط شديد، يعني خلص نهائي افريقيا يعني من 3 ايام، وامبارح كان بيلعب قبل النهائي والنهارده النهائي، فده يدل على المسؤوليه، على مسؤوليه يعني الجهاز الفني واللاعبين واحساسهم بقد ايه يعني يكون همهم اسعاد الجماهير. خلينا نرجع تاني لمعلقنا الدكتور مروان صالح عشان نعيش هذه اللحظات كلنا اهلاويه مع لحظات التتويج، اليك الكلمه
دكتور مروان. مع حضراتكم مرة تانية لتسليم كأس مصر، وهو أمام حضراتكم على شاشة قناة النادي الأهلي. الأهلي يحقق موسم استثنائي ويفوز بالرباعية الكرة الطائرة للرجال، يفوز بالدوري ثم يفوز بكأس بالسوبر أولا ثم الدوري ثم بطولة أفريقيا الأسبوع الماضي ثم الأسبوع الحالي واليوم والآن يفوز بكأس مصر للرجال لكرة الطائرة. وأمام حضراتكم بيسلموا الأول المركز الثالث اللي هو فريق بتروجيت اللي فاز على طليع الجيش في تحديد المركزين الثالث والرابع. آدي هم أبطال النادي الأهلي، أبطال هيتكتب في تاريخ النادي الأهلي بحروف من ذهب، إن اللعيبة دي حصلت على أربع بطولات في موسم استثنائي. أربع بطولات في موسم استثنائي، كأس السوبر، الدوري، أفريقيا، كأس مصر. وأمام حضراتكم آدي المهندس خالد مرتجي القائم بأعمال رئيس النادي وأمين صندوق النادي الأهلي، المهندس ياسر قمر رئيس اتحاد الكره الطايره، الكابتن عايده اسماعيل عضو مجلس الاداره، كابتن محمود الفقي عضو مجلس اداره اتحاد الكره الطايره، والكابتن وائل انديل وحسن عابد. ادي دي ميداليات المركز الثالث بياخدها لاعبي بتروجيت امام حضراتكم، وادي الصور التذكاريه لفريق النادي الاهلي، الصور التذكاريه لفريق النادي الاهلي اهو، علامه الفوز وعلامه النصر، اربع بطولات وموسم استثنائي. ادي اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي المهندس محمد الجرحي والكابتن طارق انديل واقفين طبعا في المدرجات، كانوا بيساندوا الفريق موجودين، وده اعضاء مجلس اداره ومجلس اداره النادي الاهلي ورا الفريق ورا فرق الصلاه كلها. وادي الكابتن خالد العوضي، ماشي وادي الكابتن خالد، كابتن خالد العوضي بيحتفل مع اللعيبه. ادي لاعبي المركز الثاني، لاعبي نادي الزمالك بتستلم الميداليات. هم لاعبي نادي الزمالك امام حضراتكم، المهندس خالد مرتجي طبعا امين صندوق النادي الاهلي، المهندس ياسر قمر رئيس اتحاد الكره الطايره، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الطايرة، كابتن عايدة اسماعيل، مهندس محمود الفقي، دكتور وائل أنديل، والمدير التنفيذي حسن عابد. لاعبي نادي الزمالك هم بيسلموا. يعني طبعا الأهلي ملك البطولات، والأهلي تربع على عرش أفريقيا للكرة الطايرة وعلى عرش مصر للكرة الطايرة رجال، حصل على أربع بطولات استثنائية هذا الموسم، وحصل على السوبر المصري، حصل على الدوري المصري، حصل على بطولة أفريقيا من أيام. أدي لاعبي النادي الأهلي كابتن عبد الله عبد السلام كابتن الفريق بياخد ميدالياته وبيسلم على هو الضيوف، كابتن عايدة، المهندس ياسر قمر، مهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي. طبعا القبلات والاحضان للاعبي النادي الاهلي من مندوب النادي الاهلي وامين صندوق النادي الاهلي الكابتن المهندس خالد مرتجي، احمد صلاح العالمي، وادي حسام يوسف، حسام يوسف بيسلم، وادي لاعب النادي الاهلي عبد الحليم عبو رقم 3، وادي لاعب النادي الاهلي احمد عزب الشرباجي، وادي مروان ده الصافي ابن الكابتن حمدي الصافي يوسف الصافي، وادي سيف حسن عابد، وادي عبد الرحمن الحسيني امام حضراتكم اهم، عبد الرحمن الحسيني، محمد رمضان لاعب النادي الاهلي، وادي حماده عثمان، وادي محمد عبد المحسن امام حضراتكم اهم لاعبي النادي الاهلي، كتيبه النادي الاهلي اللي حققت البطولات وحققت انجاز ما هيتكتب طبعا في التاريخ، اربع بطولات استثنائيه بقياده المدير الفني الاسباني فرناندو مونزو الاسباني فرناندو. وادي ويندر لاعب النادي الاهلي رقم 11 الليبرو، وادي الجهاز الفني والاداري، ادي محمد عصران رقم 9 اهو، ادي الجهاز الفني للنادي الاهلي، عبد الرحمن سعودي رقم 15 من النادي الاهلي،
من احسن اللعيبه اللي كانت اداء وخلقا هذه الجهاز الفني للنادي الاهلي الاسباني. فرناندو موسم استثنائي مع الاسباني، وهذه محمود محمد السيد المدرب العام، ومحمد الحسيني، وعبد اللطيف عثمان مدير الفريق. يا مجدي محمد السيد محمد الحسيني دول لاعبي النادي الاهلي القدامى، دلوقتي بقوا مدربين. وده الجهاز الفني احمد محمد اسامه شادي فهيم دكتور ايهاب فخر الدين اسلام محمد موسى اخصائي العلاج الطبيعي اسامه محمد ابراهيم اخصائي تاهيل محمد شهير الدين مدلك الفريق شريف محمد صلاح اخصائي اللياقه البدنيه ودول كتيبه النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي امام حضراتكم احتفالا بكاس مصر والبطوله الاستثنائيه او الموسم الاستثنائي 4 بطولات في موسم واحد الدوري ثم كأس أفريقيا وقبلها السوبر وآخر حاجة كأس مصر أمام حضراتكم. كأس مصر هيحمل كأس مصر عبد الله عبد السلام ويستلم الكأس أهو الكأس أهو أبطال الدوري وأبطال الكأس وأبطال السوبر وأبطال أفريقيا 4 بطولات النادي الأهلي أهو. شفت الولاء شفت الحب شد عبد الحليم عبو وشد حسام يوسف عشان ياخدوا الكاس من مع المهندس خالد مرتجى امين الصندوق والاحتفال لاعبي النادي الاهلي بكاس مصر اهو امام حضراتكم. ويعني حاجه جميله جدا وحاجه تفرح جدا والف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الاسطوره كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي اللي كانت يعني كنا نحب انها تحضر هذا اللقاء وهذا الموسم الاستثنائي وتشجع النادي الاهلي في بطولته الرابعه اللي حصل عليها هذا الموسم البطوله الرابعه كاس مصر للكره الطايره رجال. وحديث جانبيه بين اعضاء مجلس اداره واعضاء مجلس اداره الاتحاد وهذه الصور التذكاريه مع الكاس بقى اللعيبه بتحتفل كده بالكاس العالمي احمد صلاح وعبد الله عبد السلام التوأم اللي بنقول عليه كانوا بيلعبوا في اي حته اهو احمد صلاح مع الكاس ومع الميداليه الذهبيه وهيدي بقى لكل لاعب يحتفل بالكاس ويتصور مع الكاس. وطبعا الف مبروك لجماهير النادي الاهلي اهو الاحتفالات بكاس مصر للكره الطايره ودايما كده يا رب في انجازات وابطال الصالات. وهذه اعضاء مجلس اداره الاهلي داخلين اهو طارق انديل ومحمد الجرحي ومعاهم المهندس خالد مرتجى امين الصندوق هيتصور معاهم طبعا كلهم هيتصوروا مع كاس مصر مع لاعبي النادي الاهلي. وطبعا دي حاجه تسعد وادي معاهم كمان ادي اهو الصور التذكاريه خالد العوضي المدير النشاط الرياضي بيشاور للعيبه كلهم بيشاور للجهاز بيشاور لكل اعضاء الفريق ومعاهم طبعا اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. ادي الجهاز الفني اهو مع الكاس كاس البطوله وكاس الكره الطايره للرجال وادي المهندس خالد مرتجي المهندس ياسر قمر رئيس اتحاد الكره الطايره ادي اهو الاهلي فرحه ما بعدها فرحه 3-1 يفوز النادي الاهلي في كاس مصر النهائي كاس مصر على نادي الزمالك ويحصل على البطوله الرابعه في هذا الموسم الاستثنائي. اعتقد ان الاسباني فرناندو بنتيز عمل موسم استثنائي 4 بطولات في موسم واحد ده فرحه وانجازات يضاف الى صندوق البطولات الى النادي صندوق البطولات للنادي الاهلي. وطبعا نحييكم والميكروفون هيكون مع الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام في الاستوديو التحليلي ومع تحياتي محدثكم دكتور مروان صالح والى اللقاء في مباريات اخرى ان شاء الله ومع انجازات النادي الاهلي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلاح كابتن خالد معانا هنا. شكرا معلقنا دكتور مروان صالح. الحقيقه الموسم الاستثنائي مش بس في البطولات اللي حققها النادي الاهلي في كره الطايره رجال ولكن الموسم الاستثنائي ايضا بدون ولا هزيمه وعدد اشواط اللي خسرها النادي الاهلي في هذا الموسم يعني لا تتعدى صوابع الايد الواحده. يعني انا لا اتذكر يعني يمكن شوط او 2 أو 3 بس اللي خسرهم النادي الاهلي طوال هذا الموسم. الحقيقه موسم استثنائي بكل المقاييس وطبعا زي ما حضراتكم شايفين في الصوره طبعا المهندس خالد مرتجي كابتن الجرحي كابتن استاذ طارق انديل والمهندس خالد العوضي كل الدعم لهذا الفريق. خلينا نرجع تاني لارض الملعب ولقاء مع يعني صاحب الانجاز الكبير او اللي خطط لهذا الانجاز الكبير مستر فرناندو مونزو المدير الفني للفريق الماسترز. اتفضلي يا هنا.
من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولسه مستمرين اكيد مع نجوم فريق الماسترز، اكيد رجال الكره الطايره بنادي الاهلي بعد تتويجهم برباعيه هذا الموسم. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، معي بقى في هذه اللحظات مستر فرناندو مونزو المدير الفني للفريق. كونجراتوليشنز فور تشامبيونشيبس، سو وير فيري هابي، اول اوف الاهلي فانز ار سوبر هابي، كونجراتوليشنز وانس اجين. ثانك يو فيري ماتش. از What can I say? I didn't say before in the other three cups. I'm very happy. I'm very proud of this group of persons because of the final, all the players and the staff is amazing persons, amazing humans that understand how must to be a commitment group for to reach and to catch our goals. يعني طبعا انا كنت ببارك له على هذه البطوله وبقول ان هو حقق 4 بطولات مع النادي الاهلي. الحقيقه ان هو قال ما فيش حاجه جديده يذكرها اكيد غير ال3 بطولات الماضيه، لكن هو عايز يشكر الفريق ده ولاعبي الاهلي على ان هم قدروا اكيد يحققوا كل هذه البطولات وكانوا على قدر من المسؤوليه وبالنهايه قدروا يحققوا كل هذه البطولات. I want to ask you a question. What is the secret behind all of this success? Work and work. And after, continue working. There is not another secret. The final is to find the right persons, like I said before, and these persons to be open for to learn, for to grow, for to improve, for to try to be better players. And as coach, for me, the goal also is starting is to create better persons. If they are better persons, for sure it's possible in the sport to reach all we can. يعني طبعا انا كنت بساله على ايه السر لان هو يقدر يفوز بكل هذه البطولات. الحقيقه هو قال لي السر هو العمل ثم العمل ثم العمل، وان هو اكيد يطور اداء اللاعبين ويطورهم في الملعب ويشتغل اكتر على العقليه بتاعتهم عشان يقدروا يحققوا كل هذه البطولات. I want you to send a message to all of the Ahli fans. As you know, Ahli has a huge fan base. So what you want to tell them? I hope they enjoy this season. Each season will be different. We don't know what can happen the next. But I know they suffering the last 2 years. We coming with a lot of pressure from us for this season. And we manage very well this pressure for them, for enjoy this season. And now I hope they are very happy and very proud of us and enjoy until start the next season. Thank you so much and congratulations once again. Thank you very much. Thank you. يعني طبعا انا كنت بقوله في النهايه يبعت اكيد رساله لكل جماهير الاهلاويه، لان طبعا في قاعده جماهيريه كبيره جدا للنادي الاهلي، لان هو قال عايزهم يفرحوا ويستمتعوا بالفوز بهذا الموسم الاستثنائي، لان هو عارف طبعا ومقدر ان كان في ضغط كبير في السنتين الماضيتين، لكن بقى ده الوقت اللي هو يستمتعوا ويفرحوا بالبطولات. واكيد في النهايه شكرته وباركت له مره ثانيه، واكيد يا كابتن هيثم ببارك لكم وببارك للاستوديو التحليلي ولكل الجماهير الاهلاويه مره ثانيه وثالثه. اكيد أبطال الماسترز هم أبطال الرباعية هذا الموسم، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. ألف مليون مبروك، الحقيقة فوز جميل، كان مهم جدا الحقيقة. على المستوى الشخصي كنت هزعل قوي لو كانوا خسروا هذه البطولة، مش عشان حاجة، عشان كنت أتمنى ليهم يعني يختموا الموسم بفرح. عارف أنت لما بتختم الموسم دايما وأنت سعيد بتفضل معاك هذا الفرح إلى بداية الموسم اللي جاي. فالحقيقة كان هذا الفريق يستحق بعد التعب، ما فرحوش بعد بطولة أفريقيا ولا فرحوا بعد الدوري، خلصوا الدوري دخلوا على افريقيا، دخلوا على كاس مصر، كانوا رجال يستحقوا الاشاده ويستحقوا الحقيقه الفرحه دي. هرجع لضيوفي اسمع طبعا شعورهم وفرحتهم النهارده. ابتدي بيك يا كابتن محمود، يعني شعورك ايه النهارده وانت شايف فرقتك اللي لعبت معاها وبتتوج بالرباعيه؟ والله يا كابتن هيثم الواحد فخور بالفرقه دي فعلا، يا ما يتقالش الا كده. النهارده مش بس نتيجه، انا شايف النهارده في سيمفونيه اتعزفت في الكره الطايره، في فنون الكره الطايره، خاصه الفنون اللي هي بنقول بنسميها فولي ترانزيشن، اللي هي الدفاع وحائط الصد. دي يعني الفرق الكبيره بتبان في المناطق اللي هي الدفاعيه اكتر. النهارده انا شايف فرقتنا يعني كان اداء مميز جدا جدا على المستوى الدفاعي، على مستوى حائط الصد، فبنقول قمه اداء الموسم كانت موجوده النهارده. فده الحاجه بجد اللي مخليها الواحد سعيد، ان لا مش بس الحمد لله ان في نتيجه وتحقيق للبطوله الرابعه في انجاز انا شايفه هيستمر سنين من المواسم التاريخيه في النادي الاهلي، لكن كمان في اداء. الاداء النهارده عالي جدا، مستوى الفولي عالي، الفرقه بتقدم زي انا بقول قمه عطائها موجود النهارده في الفولي بول. الناس طبعا بتفهم في الفولي كويس جدا، هتفهم ان يعني قد ايه النهارده كام كونتر جالنا، كام حائط صد خدناه، كام ديفنس. انت شفت في كام كره
كانت مسقطه يعني ورا حائط الصد دي بتبقى صعبه جدا. ناس من مركز ستة بتروح كرة بتجيب الكوره من ورا حائط الصد. نعم. انت بتتكلم في 4 5 متر جوه الملعب، يعني الحاجات دي بتبين قد ايه الفرقه كانت مركزه كويس جدا على المستوى الدفاعي، وهو ده اللي بيميز الفرق القويه في الكره الطايره، ان الترانزيشن يبقى عالي. وده شفناه النهارده، عجبني جدا الاداء النهارده، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي، فعلا جيل مميز. وان شاء الله يعني انا برضو بضيف على كلمه احمد، ان شاء الله المستقبل للنادي الاهلي فعلا. احنا فرقتنا دلوقتي اغلبيتها عناصر صغيره وعلى مستوى عالي جدا، هم الكيان الاساسي لمنتخب مصر وللنادي الاهلي. فانا كمان الواحد مبسوط ان فعلا جيل جديد بيطمننا على النادي الاهلي، حققنا 4 بطولات. فيعني مبروك لجمهور النادي الاهلي بالجيل ده، وان شاء الله دايما دايما في تقدم يعني في الكره الطايره في النادي الاهلي. ربنا يخليك كابتن عايز. مبروك عليك كابتن محمد كتات، اكيد انت النهارده سعيد جدا، وخاصه ان الفوز جه بعد خساره الشوط الاول. يعني احنا النهارده رحنا وكلنا رجعنا تاني الحمد لله. كلمنا عن شعورك النهارده كابتن محمد. مبروك طبعا، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، الف مبروك لمجلس الاداره، الف مبروك للاعبين اللي كانوا رجاله وكانوا قدر المسؤوليه بصراحه. عاده اي بطوله بعد لما انت بتكسب بطولات، انت داخل الماتش ده وانت معاك 3 ميداليات، سهل جدا ان انت ممكن تقول خلاص انا معايا 3 وحلو قوي كده والدنيا جميله. لكن احنا شفنا الحماس، شفنا ازاي احمد صلاح النهارده كان بيقاتل على كل كوره، شفنا حسام لما نزل عمل فرق، شفنا عبد الله صنع فرق كبير لما نزل في الـ في الـ في الاشواط في الثاني وفي الثالث، شفنا الراجل النهارده هو بيبدل في اللعيبه وكان عنده اريحيه الحمد لله يعني، وحتى عمل برده مفاجآت في الماتش. يعني احنا النهارده هو نزل عصران مكان احمد صلاح في مفاجاه، وبيخلي سيف عابد يلعب الارسال بتاعه عشان ارساله قوي. شفنا احمد عزب النهارده كان مميز جدا في الديفنسات وفي الضرب بتاعه في الارسال. شفنا النهارده زي ما عندكم في الباسكت في دانك، احنا برده كان عندنا دانك بلوكات النهارده، بلوكات جميله جدا فرقت معانا اثناء المباراه. حقيقي استمتعنا الفريق كله بصراحة، احنا مش قادرين نقول مين اللي كان حلو ومين اللي هنظلم، كلهم كانوا حلوين صراحة. الجهاز الفني أبدع، وإن كان النادي الأهلي هو بوابة يا كابتن هيثم لكل المدربين وكل اللاعبين اللي بيجوا النادي الأهلي، بيبقى هو اللي بيصنع التاريخ، هو اللي عايز ينجح هو النادي الأهلي مكانه، يجي النادي الأهلي. احنا شفنا دلوقتي المدربين الأجانب كويسين وجمال وعظام وكل حاجه، بس بيجي يسطر عندنا هنا التاريخ في النادي الاهلي. النادي الاهلي المنظومه بتاعته هي اللي بتدخلك وهي اللي بتدي لك الامل وبتدي لك كل حاجه انت محتاجها عشان تصنع بيها البطولات وتظهر في الاخر بالمظهر الجميل، العلامه الكامله زي ما هم قالوا، 1 2 3 4. الحمد لله، الف الف مبروك، ختمها مسك، والحمد لله رب العالمين، الف مبروك للساده الحضور، والحمد لله رب العالمين ربنا كاملها بخير. الف مبروك يا كابتن، الله يكرمك. كابتن نادي الاهلي لحضرتك النهارده الف مليون مبروك. الحقيقه النهارده سيمفونيه من الفولي بول اسعدتنا بالاضافه للمكسب، يعني يوم حلو أكيد. وختام الموسم، لا انا عايز اسمع شعورك كابتن. اكيد يا كابتن، شعوري النهارده انا سعيد جدا جدا بالاداء وبالنتيجه، وده ناتج عن تعب ومجهود كبير جدا طول الموسم. اللعيبه دي كانت بتتمرن الصبح وبعد الظهر، حتى في وسط البطولات في بطولات افريقيا كانوا بيتمرنوا الصبح بالليل يلعبوا مباريات، فكان مجهود كبير جدا جدا. حتى كنت بتناقش مع كابتن احمد زكريا كان بيقول لي بعد بطوله افريقيا الناس ما احتفلتش، خلاص بطوله افريقيا يا دوب ريحوا يوم كملوا دخلوا في معسكر عشان كاس مصر، ناس بتشتغل. الراجل فرناندو حتى قال كلمه مهمه جدا جدا لما الزميله بتساله ايه سر النجاح، قال لها العمل ثم العمل ثم العمل. ده كلام مهم جدا جدا. اتفرجنا النهارده على شوط اولاني كان جميل وكان دسم جدا مليان بالفولي. لا كان 26-24 كان شوط كان فيه نديه كبيره جدا جدا. بعد كده الاهلي قدر يقرا فريق الزمالك كويس، الشوط الثاني والثالث والرابع كان ليها الاغلبيه 25-19 و16-21. الحمد لله قدرنا نفرض سيطرتنا طول الشوط. كان في لعيبه مميزه كثيره جدا، احمد صلاح ما شاء الله يعني نمسك الخشب كان مميز جدا النهارده، كان عبد الرحمن الحسيني واحمد عزب. لعيبه الاطراف كان شغالين كويس جدا جدا طول فترات الماتش. البدلاء عندنا الدكه عندنا ما شاء الله دكه قويه جدا جدا. اي فرقه تقدر يعني تخش دوري وكاس وافريقيا وسوبر بالتميز ده وبالنتائج المبهره دي لازم يكون عندك بدلاء على مستوى عالي جدا جدا. النهارده بدلاء نزلوا فرقوا كتير جدا، يعني لما كان بيحصل مثلا اي ايكول ولا حاجه تعادل في الاشواط كان بينزل بديل او اتنين يفرق 5-6 بونت وبيكملوا، فدي كانت حاجه مميزه جدا جدا للفرقه. ما شاء الله مباركه حماسيه للشوط الاولاني والشوط الثاني والثالث والرابع. الاهلي الحمد لله فرض سيطرته والحمد لله ربنا كرمنا، وان شاء الله انا اتوقع ان الاهلي
في بطولة العالم إن شاء الله بإذن الله هيعمل نتائج كويسة جدا وهيبهرنا كما عودنا يعني النادي الأهلي بـ 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 بالشغل الجميل والبطولات الجميلة اللي احنا نتفرج عليها واحنا مستمتعين بصراحة ان احنا موجودين النهاردة وبنتفرج على الماتش حاجة جميلة حقيقة. ألف مليون مبروك كابتن نادر. كابتن زكريا طبعا حضرتك يعني اقول ايه حضرتك تاريخ النادي الأهلي كبير كلاعب وكمدير فني حاجة كبيرة ورئيس قطاع الناشئين. النهارده اكيد فرحتك لا توصف خاصه طبعًا. ان في كثير من الملعب كانوا ولادك ومرنتهم طبعًا. يعني كل شعورك ايه يا كابتن النهارده؟ والله بجد يعني انا بشكر مجلس اداره طبعا ان هو تعب مع الفريق ويعني جدد دماء الفريق وال يعني غير جهاز يعني شيء طبيعي ان ممكن الجهاز الفني يبقى ممتاز وكل حاجه. كابتن ميدو عمل برضه يعني هو اللي فضل في اللعيبه معظم اللعيبه الموجودين احنا بنشكره برضو كابتن ميدو والحمد لله هو عمل حاجه كويسه في نادي بتروجيتو اخذ مركز ثالث النهارده. انا شايف المباراه النهارده يعني الفرق مع النادي الاهلي هو الكونتر اتاك والدفاع البلوك والدفاع والكونتر اتاك ودي كانت مميزه جدا في وده الفرق بين الاهلي والزمالك يعني. لكن هو انا شايف النهارده مثلا الارسال قوي جدا في الفرقتين وما فيش تضييع ارسال كتيره وما جبناش ما فيش ايس كتيره يعني مثلا الاهلي جاب اربع ايس والزمالك جاب واحد بس. معنى كده الاستقبال في الناحيتين الاستقبال كان كويس يعني الماتش عشان كده الماتش كان جميل يعني الماتش كان فيه فولي كويس جميل عشان كسبنا الصراحه. لا 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 غير كده بتكلم على الناحيه الفنيه يعني انا يعني انا بتكلم لا لا احنا عايزين يعني الماتش الاهلي لعب احسن من لعب نهائي صحيح نهائي لا ونهائي الدوري الافريقي احنا النهارده احسن من نهائي الدوري احنا يمكن الكاس كان قدام النادي الاهلي وجماهيره وبعض مجلس اداره واللعيبه كلها يعني اول مره تلعب بطوله افريقيا في النادي الاهلي معظمهم كانوا صغيرين لسه وبتاع فالنهارده لا ماتش النهارده الاهلي عمل كفاح غير طبيعي النهارده يعني احنا مثلا جبنا حوالي 55 نقطه من الهجوم الزمالك جاب 44 فدي اللي فرقت معانا الفرق يعني بيننا وبين الزمالك هي الصد او ممكن بلمس الكوره بقلل القوه بتاعتها وبعمل ديفنس كويس وابتدي اعمل كونتر اتاك وده اللي فرق مع الاهلي ان شاء الله يعني. كابتن هيثم بعيدا عن مستوى الخصم في اي مباراه يعني في مباراه ثانيه انت ممكن تكون بتكسبها لان مثلا مستوى الخصم فيها ما كانش قوي صحيح. النهارده بمستوى الفولي اللي احنا لعبناه كان اي خصم يعني هنكسبه الفولي نعم. بتاعنا كان عالي ما كسبناش باخطاء الغير كسبنا مستوى احنا كسبنا بالفولي بتاع النادي الاهلي عشان احنا يعني انا شايف اعلى مستوى تقدم فولي للنادي الاهلي السنه دي كان في مباراه النهارده. بص يا كابتن اقول لحضرتك حاجه دي حاجه تحسب للجهاز الفني طبعا معلش انا خليني اقول لكم يعني كنت لاعب وكلكم كنتوا لاعبين طبعا عشان المدير الفني يوصل بالفرقه بالكيرف بتاعها في التوب فورم في النهايه دي شغل بعد ثلاث بطولات يا كابتن بعد ثلاث بطولات يعني الحاجه الثانيه اللعيبه تحافظ على نفسها وما تفكش بعد الدوري وما تفكش بعد افريقيا ويحتفلوا حتى اللعيبه بتحتفل في افريقيا ما كانش ده احتفال يعني احتفالهم النهارده طبعا خلاص قدم اللعيبه النهارده بتحتفل انا ما شفتهمش عملوا كده في افريقيا بحقيقة. هم تك فرحنا شويه وتحس ان هم بيلموا الموضوع ليه ايوه ايوه لان هم رايحين وعينهم على افريقيا أيوة. فبامانه كل الشكر للجهاز الفني اللي اشتغل كل الشكر للعيبه كل الشكر لمجلس الاداره كل الشكر لحضراتكم نورتوني وشرفتوني النهارده بشكرك يا كابتن محمود رؤوف النهارده نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر ربنا يخليك يا كابتن هيثم الف مبروك على الموسم التاريخي ويا رب دايما ان شاء الله في النادي الاهلي في نجاح كابتن محمد كتات نورتيني وشرفتيني والف والف مليون مبروك الحمد لله ختامها مسك الف مبروك العلامه الكامله للسنه دي وان شاء الله السنه الجايه ونشوف بقى كاس العالم ان شاء الله نقدر نقدم فيه ايه وان شاء الله هنقدم نسخه مميزه نحاول نزوع هنا للموسم التاريخي للنادي الاهلي وان شاء الله هنكون مع هنا في الدستور التحليلي في كاس العالم ان شاء الله اكيد 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 دايما متميز يا كابتن هيثم وتشرفنا بحضرتك جدا تشرفنا بكابتن احمد كابتن نادر كابتن محمود بصراحه مجموعه طيبه الحمد لله رب العالمين الف الف مبروك شرف لينا يا كابتن كابتن طبعا نادر نبيل نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق ربنا يخليك انا بشكرك ربنا يخليك اتشرف ليا ان انا بكون مع كابتن محمود رؤوف وكابتن محمد كتات وطبعا اتشرف ان انا اكون قاعد جنب الاسطوره كابتن احمد زكريا يعني مدرب عظيم وتاريخي في النادي الاهلي اتشرف ان اكون موجود معاه يعني على ترابيزه واحده حقيقي يعني حاجه جميله وحاجه مشرفه جدا للكره الطايره الاهلاويه وان شاء الله نتقابل في كاس العالم للانديه باذن الله ان شاء الله نتقابل باذن الله كابتن احمد زكريا الاسطوره الكبيره والاستاذ والمعلم ويعني شرف لينا ان احنا نكون يعني لو الواحد بيبقى سعيد ان هو موجود في قناه النادي الاهلي والواحد بيبقى يعني بجد يعني الواحد سعيد ان هو لعب كتاريخ في النادي الاهلي ومدرب ولاعب ومدرب وجهاز يعني كمشرف على قطاع الناشئين حاجه انا
اتشرف ان وجودي في النادي الاهلي يعني. شرفتنا وشرفتنا يا كابتن. الله يخليك. شكرا. خليني اقول هتاف الجماهير وهتاف اللاعبين. هم كانوا بيقولوا صباح الخير صباح النصر، بس احنا بالليل، فيبقى مساء الخير مساء النصر. احنا ملوك الطايره في مصر، موسم استثنائي للكره الطايره. طبعا احنا النهارده احتفلنا وفرحنا، بس احنا قلوبنا ودعواتنا مع فريق السيدات للكره الطائره ان شاء الله عشان يتوجنا ببطوله افريقيا ويمثلنا النادي الاهلي في بطوله العالم. قلوبنا ودعواتنا كمان مع فريق كره السله رجال وسيدات، الفرقتين بيلعبوا الاسبوع ده قبل نهائي ونهائي الكاس، لسه الرحله مستمره. وهذا الشهر هو شهر الحصاد لموسم طويل، سواء من مجلس الاداره او من النشاط الرياضي او من الاجهزه الفنيه في النادي كله او من اللاعبين. كل الحب وكل التقدير وكل العرفان للنادي الأهلي اللي فضله على كل النادي الأهلي، فضله على الجميع، ولا أحد ليه فضل على النادي الأهلي. أشكركم شكرا جزيلا، وإلى جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال.